لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. يسرى اسم علم مؤنث عربي معناه السهلة الانقياد، الغنية الموسرة، أو التي تعتمد يسراها في عملها، أي اليد اليسرى. وقوله تعالى: فسنيسره لليسرى من سورة الليل الآية السابعة، أي فسنوفقه ونهيئه للخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.